المتابعين، يوم الغد هو يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2014، هو السباق الخاص أو اليوم الخاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة من الحولي والزمول التي ستشارك إن شاء الله في يوم الغد في آخر أيام السباق المحلي الأول. في آخر أيام السباق المحلي الأول استمرينا مع حضراتكم في مفاجآت وجديد جديد هجن الشحانية وانطلاقات هذه الأسماء والهجن المشاركة في ميدان الشحانية. أعود إلى مقدمة الشوط، إلى مجريات الشوط، تغطية على المركز الأول هادي بن سالم بن محمد بن مخيت المري مع المركز الأول ومع الصدارة، من الجانب الآخر مدينة على المركز الثاني، انطلقت إلى المركز الأول إلى الصدارة. هذه مدينة اللي تحتل المركز الأول، ضيفة كما أسلفت من دولة الإمارات من المنطقة الغربية، تحتل المركز الأول زايد بن محمد بن زايد المنصوري الإعصار الغربي حاضر المركز الثالث أو الثاني، منصورة على المركز الثاني، زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، وديروا بالكم عليها، ديروا بالكم عليها، ديروا بالكم على الذرول اللي قادمة. هذه اللي احتلت المركز الأول، هذه خطيرة. المركز الثالث، المركز الثالث تحمل الرقم 10 واسمها تغطية، هادي بن سالم الفاتوح المري على المركز الثالث، تندفع وتبحث عن الناموس. المركز الرابع، هملولة على المركز الرابع، سعيد بن ناصر بن محمد الفزير المري، وخامسا انطلقت براقة حمد بن حسين بن علي بن جرحب في أول نداء لها، وهذه خطيرة أيضا، خطيرة، أحد الأسماء المشاركة في هذا الشوط وتبحث عن الناموس، الله يوفق الجميع، نقول الله يوفق الجميع الحاضرين اليوم، الله يوفقهم كل المتابعين والمراقبين لهذه الرياضة العربية الأصيلة، الباحثين عن تحقيق الأهداف والباحثين عن تحقيق الناموس، نقول لهم فالكم الناموس إن شاء الله، فالكم الناموس كل المشاركين هذه الرياضة العربية الأصيلة هنا في دول الخليج وتحديدا هنا في دولة قطر، تحظى برعاية خاصة واهتمام مباشر من سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يهتم سموه بهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، التراث، لوحة الكيلو متر الأخير، أعلنها للمشاهدين، أعلنها للمتابعين، للمضمرين، الله الضيفة هذه، مدينة، مدينة بأنوارها، بشوارعها، بما تحمل من خطورة. هذا الشعار يحمل من خطورة. زايد بن محمد بن زايد المنصوري كما أسلفت ضيفة الميدان، شوف المركز الثاني، هذه ذرول الفاتوح على المركز الثاني، تغطية هادي بن سالم الفاتوح المري، والمركز الثالث الفردانية جابر بن عبد الله بن جابر الهاجري، رابعا شعار بن جرحب يصل مع براقة حمد بن حسين بن علي بن جرحب المري، خامسا طاعة محسن بن راشد بن هادي بن علي المري، خلاص الله 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 الله، المدينة على المركز الأول، شعار الفاتوح قادم، على المركز الثاني، اللحظات الأخيرة هنا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مع المدينة أبناء الغربية بدولة الإمارات، وهناك التسلل، هناك الانطلاق، هناك التحدي والمتعة، شعار الفتوح ينطلق مع تغطية، يفوز بهذا الشوط، يفوز هادي بن سالم محمد بن بخيت المري، تهانينا والناموس يا بن فتوح على هذا الفوز، تهانينا أزفها لك على الهواء مباشرة عبر شاشات قناة الريان الفضائية، أزف التهنئة لمالك التغطية هادي بن سالم بن فتوح المري على فوزها بالمركز الأول. المركز الثاني مدينة زايد بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الثالث براقة حمد بن حسين بن علي بن جرحب المري، رابعا
وصلت الفردانية لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، وأختم المركز الخامس بفوز طاعة لمحسن بن راشد بن هادي بن علي المري. تهانينا والناموس، متعة وإثارة مع الحول، متعة وإثارة مع هذه الأسماء الحاضرة والمشاركة والمنطلقة والمندفعة في ميدان الشحنية في هذا اليوم الاستثنائي الخاص بأشواط الكبار وتحدي الكبار وانطلاقها. يا سلام، هذا هو الشوط وهذا شعار الفاتوح الفائز بالمركز الأول. التوقيت الزمني 8:13، 18 جزءا من الثانية. هذه تغطية لهادي بن سالم بن محمد بن فاتوح المري. تهانينا يا بن فاتوح على هذا الفوز. وهذه مدينة احتلت المركز الثاني، ضيفة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من المنطقة الغربية. 8:13، 32 جزء من الثانية. تهنية زفها لزايد بن محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز. ثالثا 8:14، 8 أجزاء من الثانية. براقة لحمد بن حسين بن علي بن جرحة بالمري. تهانينا والناموس لكل الفائزين.